هذا وحذر أطباء في مستشفى اليرموك من عدوى جماعية بفيروس كورونا بعد فتح ردهة حجر صحي داخل قسم الباطنية من دون تخطيط مسبق. السيد وزير الصحة المحترم، أود إعلامكم بأن تم فتح ردهة الكوفيد 19 في مستشفى اليرموك بدون تخطيط مسبق وبدون توقع للعواقب وعدم معالجة الموضوع بعد مناشدات عديدة من أطباء قسم الباطنية لتلافي الأخطاء ومعالجة الموضوع للحد من خطر انتشار الإصابة بين المرضى من جهة والكادر الصحي من جهة ثانية، حيث تم فتح ردهة الحجر في الطابق الثاني في بناية قسم الباطنية، حيث يتواجد في نفس الطابق مرضى الأورام الذين يستلمون العلاج الكيميائي والذين مناعتهم قليلة أصلا، وكذلك مرضى الباطنية في الطابق الأول والأرضي والغير مأزولين عن طابق الوبائية مطلقا. في ردهة الحجر يتم عزل المرضى المشكوك بإصابتهم بالعدوى عن طريق تحليل الدم وأشعة الصدر والمفراس والمسحة وانتظار النتيجة لمدة يومين، مع التذكير النتائج ممكن أن تكون إيجابية والبعض الآخر ممكن أن تكون سلبية، ومع ذلك محجورين لمدة لا تقل عن يومين في نفس المكان، حيث نساعد في نشر الإصابة في المرضى السليمين، بما معناه يدخل المريض في ردهة الباطنية.